اسعد الله اوقاتكم بكل خير اعزائي المشاهدين، ويا هلا ويا مرحبا وحياكم الله في حلقه جديده واستثنائيه من برنامجكم الليوان، تاتيكم من هنا من معقل الابطال، من معقل العالمي نادي النصر. هذا النادي الذي اشرق من جديد على شمس البطولات، فغطت سماء الوطن الفرح من شماله الى جنوبه، من شرقه الى غربه. عاد العالمي فعاد الكل يردد، ما لها الا رجال وما لها الا النصر. اثبت النصر ان بطوله الدوري في الموسم الماضي لم تاتي ضربه حظ ولم تاتي صدفه، انما جاءت بالعمل، بالجهد، بالاخلاص، بالتعب وبالمال. اثبت النصر هذه المعادله في هذا الموسم، ها هو يحقق بطوله الدوري على الرغم من صعوبته، على الرغم من تكالب الظروف، على الرغم من ما مر بالفريق من اصابات، الا ان الرجال ومثل ما قال عوض خميس، صمله الرجال حضرت في الوقت المناسب فاجبروا كاس البطوله على ان يبقى في عرين الاسود، في عرين نادي النصر. الليوان كما اكد لكم سابقا يؤكد اليوم انه على مسافه واحده من جميع الانديه، سيتواجد حيث تكون البطولات، سيتواجد اينما تتواجد الانجازات. النصر اليوم فرحة، ولا أعتقد أن في الوطن اليوم فرحة كفرحة النصراويين. البداية مع كلب خاص بهذه الفرحة الصفراء. مرحبا بكم اعزائي المشاهدين من جديد من معقل الابطال في نادي النصر. يتواجد معنا الاداريين الذين قادوا الفريق الى هذا الاستحقاق الكبير، ونجومه ايضا ابدى على يساري بالاستاذ فهد الطخيم عضو مجلس الاداره. استاذ فهد يا هلا ومرحبا فيك. الله يحييك واحيي الساده المشاهدين واحيي الزملاء والنجوم اللي شرفوا برنامجنا الليله، ما قصروا رغم ارتباطاتهم ورغم مشاغلهم الا انه قدروا البرنامج. وكذلك اشكر الاستاذ ابو عبد الله سالم والاستاذ طلال مجهوداتهم بالتنسيق معنا لهذه الحلقه. طبعا ايضا في الديوان نشكرك انت منا وفينا والجهود اللي بذلتها من اجل اقامه هذه الحلقه. الحمد لله ما قصروا الشباب. ايضا احنا في الليوان الليله محظوظين بالاطلاله الاولى منذ ظهوره على المشهد الرياضي الاستاذ سالم العثمان عضو مجلس اداره ومدير الكره في نادي النصر. الحقيقه فرحتي خاصه، انا قبل يعني وبعد البطوله قلت من الظلم ان سالم العثمان لا يحظى بهذا الوهج اللي بالفعل يستحقه. الله يحييك ابو عبد الله، مسي عليكم مسي على المشاهدين، والله يحييكم بنادي النصر. يا هلا ومرحبا ومبارك لك بهذه البطوله. الله يبارك فيك. ايضا ارحب براعي السمله والصملة يا رجال بعوض خميس اللي جاي طول يقولون وغلب الكل. عوض راح فيك في الليوان وبارك لك هذا الإنجاز واللي كانت لك فيه بصمة واضحة جدا جدا. الله يحييك يبقيك، وأحب أمسي عليكم والمستمعين مشاهدين، وألف مبروك إن شاء الله. الله يبارك فيك. أيضا أرحب بشنب شايع شراحيلي اللي خاطف الأضواء حقيقة، ومن النادر جدا واحد في مركز شارع شايع شراحيلي يخطف الضوء. أول شيء رحب فيك وبشكل سريع، شو السر اللي يخلي يعني للأمانة وإحنا نحضر للحلقة الكثيرين يقول له شايع شراحيلي شايع شراحيلي، شو السر يعني في هذه خطفة الضوء عندك؟ شيء بسم الله، طبعا أشكرك على الإضافة أبو عبد الله، وأتمنى يعني نكون إن شاء الله على قد الشيء المطلوب اللي مثلا استدعيت يعني طلبتونا ان نكون متواجدين معكم، ان شاء الله نكون يعني قدها ان شاء الله، ونخلي الحلقه تكون جميله باذن الله.
من ناحيه الوضع هذا انه شايع ما شايع والله عاد من الله عاد ما ادري ايش السالفه يعني قصه شايع هذا العالم تستاهل شايع للامانه يعني. واحنا يعني الجمهور يشوفنا اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي يقولون نبي شايع اللي احنا نشوفه في المقاطع الفيديو في الواتساب يبونك كذا على طبيعتك. والله انا دائما على طبيعتي مدير الفريق يعني ما يحتاجك انا دائما على طبيعتي حبيبي. ايضا الاستاذ طلال النجار نائب مدير الكره والمنسق الاعلامي يا اهلا ومرحبا فيك وابارك لك على البطولة وعلى التعب وعلى المجهود اللي بذلته معانا واللي احنا نلمسه يوم بعد يوم في الفريق. الله يحييك ابو عبد الله، رحب فيك ورحب مشاهدي قناة السعودية الرياضية، رحب بالزملاء المتواجدين ابو فيصل ابو عبد الله ونجومنا الابطال الحقيقة اللي رفعوا رؤوسنا ولله الحمد الموسم الثاني على التوالي. اهلا ومرحبا فيكم في ناديكم نادي النصر، وان شاء الله تكون الحلقة جميلة باذن الله ومؤثرة. طبعا الزميل المعلق فارس عوض يقول من يقول الراهب ما يكفي الحاجة، الراهب يكفي الحاجة وزيادة. العقرب حسن الراهب يا هلا ويا مرحبا فيك وألف ألف مبروك. يا مرحبا فيك أبو عبد الله، نورت في نادي النصر وبرنامج الليوان تشرف في نادي النصر، وأرحب جميع المشاهدين إن شاء الله تكون حلقة مفيدة إن شاء الله بإذن الله، تكون حلقة إضافة لجميع المشاهدين وحلقة إضافة للبرنامج. وارجع احييك ابو عبد الله في هذا المعقل المحفل الكبير اللي حقنا حبيبي ابو علي. ابدا معك سالم العثمان ابو عبد الله، لا شك يعني اليوم ان يعود النصر لتحقيق البطولات امر ما نقول انه صعب ولا نقول انه مستحيل، ولكن اكيد جاء بعد جهد وتعب، ولكن ان يعود النصر ويثبت ان ما تحقق في الموسم الماضي هو استحقاق رغم التشكيك رغم ما قيل. يعني انتم في مجلس اداره في الجهاز الكره بالاضافه الى ما دفع من مال، ما هي معادله النجاح؟ والله اول شيء هذا توفيق من الله الحمد لله، والشيء الثاني تكاتف الجميع مع اعضاء الشرف والامير فيصل بن تركي والعميد فهد المشيقح واعضاء مجلس الاداره، تكاتف الجميع والجهاز الطبي والاداري واللعيبه الحمد لله يعني، وما قصر الامير فيصل دفع الكثير والحمد لله جانا ثماره. نعم ابو عبد الله، ايضا يعني خلينا نتكلم على المستوى الشخصي، اللي يعرف لعيبه النصر عن قرب يسمع عن كلام كثير عن سالم العثمان، لكن سالم العثمان يرفض انه يظهر اعلاميا على عكس يعني غالبا يعني يا رئيس النادي يا مدير الكره هو ما يخطف الضوء حتى عن بعض اللاعبين، ليش سالم العثمان منزوي ما يبي يظهر؟ والله قلتها كذا مره صراحه، الجمهور تعب من الكلام يبغى فعل يبغى عمل، والحمد لله الحين طلعنا احنا وحنا محققين الدوري. اي دوري يعني دوري ودوريين الحمد لله كاس الحمد لله لك يا رب. ابو فيصل اسالك يعني دخلتوا في رهانات صعبه خصوصا هذا الموسم وفي سباق يعني متعب مضني الى قبل اخر جوله، الامير فيصل لما تداخل معانا في الليوان يقول انا قلت للاعبين عندي احساس هتفوزون على الهلال وربما يصير شيء في جده، انت هل كان عندك شعور بكل امانه انه يصير هذا السيناريو واللي انت كنت او انت غايب ما كنت، لو كنت حاضر معانا في الليوان يعني بهدل الوضع وانت عارف كيف ممكن يكون الوضع من الليوان. بس حضوري في الملعب اهم مع احترامي المهم ده، بس تعرف مباراه النصر وتحدد البطوله الحقيقه اني يعني واثق من الفريق انه يعني بيفوز على الهلال يعني ثقه مطمن، لكن اكذب عليك لو قلت كنت اتوقع التعاون يفوز على الاهلي ما توقعت او يتعادل مع الاهلي ما توقعت، هذه اللي كانت مفاجاه لنا. الامير يمكن فيصل حس في الموضوع، وعلى فكره الامير فيصل يعني يقرا الاحداث بدقه، احيانا نشاهد ليله المعسكر نشاهد وش المباراه بكره حتكون، ودائما يعني من تقسيمات وجهه تعرف انك بكره فايز، طبعا هو اغلبها فوز ما شاء الله. ف يعني بصراحه واثق ان نفوز على الهلال والحمد لله. وبعد مباراه الهلال لو المدرب يعني عندنا مخاطره لو اراد زياده الغله كان بامكانه، بس انه مخاطره هدف يحسم لك الوضع ولا تعرف المباريات. اتوقع انه السبب ده انه شحن لاعبي الهلال، مباراه لا تهمك والمركز الثالث يعني تحصيل حاصل، ليه الشحن هذا؟ شحنت لاعبينك بعكس لاعبين ولله الحمد نازلين
بكل هدوء وكل دقه شخص انقلبت المعادله انقلبت المعادله. فهم ساعدوا لاعبين النصر والدليل على ذلك لانه اول مره بتاريخ الهلال يمكن 9 كروت وذاو 3 طرد ما كان كذا بالذات مباريات النصر والهلال ما كانت تصل لهالمستوى يعني، لكن هم مشحونين. واجمل لقطه لما الكابتن ناصر على فكره هو صديقي ناصر شمراني لما شات على العنزي قاعد يدقق الكوره كذا ويستعرض فيها، هذه هي الجواب. طيب شايع ابو فيصل قاعد يتكلم عن يعني مسك الختام اللي هو العبور من بوابه الهلال للقب بعد تعادل الاهلي والتعاون. احتاج اقول لك عن مباراه الهلال وضغط مباراه الهلال والتحدي اللي سبق المباراه، خصوصا بعد يعني ما سرب من تصريح لناصر الشمراني هيا تعال. الكل كان يتوقع انه الضغط لا ضغط نصراوي، الضغط النفسي حيكون نصراوي والهلال ما عنده شيء يخسره في المباراه عدا انه يعطل النصر عن اللقب. كيف انعكست الصوره ودخل النصر مرتاح نفسيا في الوقت اللي كان الهلال مضغوط؟ اول شيء انا اتوقع طبعا بفضل الله ثم فضل فصل بن تركي. يعني دائما في المعسكر يهيئنا يعني تهيئه مي طبيعيه يعني، واشكر ابو عبد الله وابو بدر وفيصل يعني ما شاء الله يعطيهم العافيه. يعني دائما قبل المعسكر يعني قبل المباريات بالذات المباريات الكبيره يعني زي مباراه الهلال اتحاد الشباب الاهلي زي كذا فرق كبيره يعني يجي قبل المباراه يعني هيئك نفسيا يعني كل المباراه عاديه يعني ينزل يقول لك بس انزل استمتع يعني. هذا هو الحمد لله اللي منزلنا يعني مباراه هادين ما كان في اي شيء الحمد لله، نزلنا ودينا الواجب والحمد لله يعني بان الوضع في المباراه يعني الفرق بين العالم اللي نازله مشحونه في المباراه والعالم اللي نازله ومهدي الوضع الحمد لله فزنا الحمد لله. بس معليش يعني انت مهما يكون انت تتكلم عن مباراه التعادل فيها قد يضيع عليك جهد موسم، يعني شنو اللي الامير فيصل بن تركي يعني وقف عليه نقاط معينه وقال لكم اذا تسووها ممكن تحققون الفوز، وين بالضبط اكد عليكم فيه؟ والله هو بالله مو قصه انه اكد علينا ما اكد علينا، بس هو دائما عاده دائما قبل المباراه في المعسكر طبعا يكون معنا جالس على العشاء فوق في الغرف يجلس معنا ويسولف معنا ويريحنا يعني طلعنا من اجواء المباراه. يعني هذا هو الشيء اللي دائما يفكر فيه، وقبل المباراه قلنا بس 3 نقاط هذا هو اللي يطلبه منا فيصل بن تركي. حلو. عوض يعني قصه صمره الجار اليوم تحولت لاغنيه، تحولت لشعار، وممكن بكره نشوف برنامج تلفزيوني صمره يا رجال. منين ابتكرت هذه؟ كيف تحولت هذه الى يعني سر من اسرار اللقب اليوم؟ ايش كان يدور داخل المعسكر ليله المباراه على اثر الكلمه اللي ترددت جماهيريا واعلاميا؟ هذه كلمة صملة رجال أنا قلتها يعني في مدة يعني قصيرة، يعني ما بقى على الموسم إلا وينتهي شهر. قلتها يعني خلاص وقت الحسم. يعني خلاص ما عاد إلا مباريات قليلة وإن شاء الله نحسم الدوري. وهذه الفكرة اللي جاتني، ما عاد إلا إن شاء الله وقت الحسم وفي المباريات لازم ندخل الملعب مركزين وأكثر هدوء. وبالفعل يعني هل تشعر عوض انه كانت تتردد بين اللاعبين ك يعني مفتاح من مفاتيح العامل النفسي؟ تراك الله وانه في المباراه في الملعب يقول الحين هذا الحين هذا وقت صمله يا رجال. وبالفعل كانت كلمه بس تنقال ولا لا كان لها اثر يعني كان لها فرق يعني لا لازم يعني كان لها فرق. هذا وقت الصعاب وقت الصعاب تبان الرجال. هذه لما قلتها عشان اعطي زملائي حماس. لا انك تمزح، لا قلتها لا ما جاد فيها. لا ما كنت وانا امزح وانا جاد فيها. خلاص ما بقى شهر على الدوري، ان شاء الله لازم نحن ندخل الملعب ومركزين وننزل احنا هادين ان شاء الله نجيب المباريات باكثر هدوء. ومثل ما قلت ليله يعني المعسكر حقت الهلال يعني كنا في المعسكر كنا يعني هادين وكنا يعني مركزين في المباراه وقلنا يعني بكره زملائي ننزل الملعب ان شاء الله احنا هادين بنجيب مباراة ان شاء الله بيجي الهدف. اي فريق الاعداد يقول هذه زامل النجراني يقولون قول له وننتظر على الهواء بعد شو، بس انا امر على الشباب وبرجع وبجي. حسن انت حاله غريبه يعني، غالبا اللاعب اللي ينزل احتياط الجمهور ينقسم ما بين متفائل ما بين متشائم. حسن حاله خاصه يعني لاول مره اليوم مثلا لاعب يكون احتياطي ويطالب فيه في المنتخب،
لاعب احتياطي ويكون له رقم جيد في التسجيل، لاعب احتياطي وهو احد اهم اوراق المدرب. شو السر في حسن الراهب وفي قلب النتائج، في رفع مستوى الفريق، في حتى كلاعب تكتيكي مو بس كلاعب هداف؟ شوف، اول ما تفضلت يعني يمكن قدوم لنادي النصر، البيئة الموجودة في نادي النصر تساعد اي لاعب للنجاح. انا قد قلتها هذا الشيء من اول، المجموعة اللي في نادي النصر اتوقع انه ما راح تتكرر، الجيل هذا ما راح يتكرر سنوات قادمة ان شاء الله. السبب ان وجود كوكبة من اللعيبة يساعدوك في الملعب، يساعدوك خارج الملعب. اضيف الى ذلك جميع اللاعبين يثقون، جميع اللاعبين يثقون في حسن الراهب. هي يعني تحدي انا خطه بيني وبين نفسي، كثير من المباريات مثلا اللي ما اشارك فيها لما اكون على الدكه اكون يعني جاهز للمباراه في اي لحظه، يعني كثير من اللعيبه يستعدون يعني اني اساعدهم في الملعب، وهذا الشيء اللي انا يعني زادني ثقه. يعني كابتن شان شرحي لي مثلا احيانا ترى مباراه هذه مباراتك، سالم العثمان، امير فيصل بن تركي، هذا الشيء يعطيني يعني دافع اني انا اعطي لهذا الكيان ولهذا الجمهور. النقطه اللي ابغى اوصلها انه بيئة نادي النصر بيئة نظيفة للعمل لأي لاعب. أنت تشوف مثلا أحمد الفريدي لما جاء من نادي إلى نادي كيف بدأ يعود لمستوى، شوف مثلا عوض خميس، شوف مثلا حتى محمد نور، شوف البيئة تساعد للنجاح، هي البيئة متكاملة. من جهة سرعة الجهاز التأقلم. سرعة التأقلم، عودة الفريق للمنصات العام الماضي تساعد أي لاعب أنه يكون في جو المباريات. هذا الشيء اللي أنا يعني كل ما ألعب يعني أعطي كل ما عندي حبا للجمهور، ونصراوية طبعا بحكم عائلتي كلها نصراوي صغير من صغر سني، من عائلة نصراوية. وانت خبر انت ابو عبد الله. طيب طلال، انا بسألك من حيث انتهى حسن يتكلم عن انه جاء لنادي النصر في لحظة خروجه من الاهلي، مروره بنادي نجران، يعني خلني انا يعني اتحمل الكلام عن حسن في لحظة الاحباط. حسين عبد الغني ايضا لما جاء نادي النصر ما جاء حسين الا بعد خروج لربما يكون مر من هذا الخروج وهو بالقيمه والقامه في كجماهيريه. ايضا احمد الفريدي نفس الوضع، جاء من نادي الاتحاد وهو مو حسن الفريدي او احمد الفريدي اللي كان في المنتخب واللي كان اسم. ايضا اسال شو السر في اللي يجعل ان نادي النصر ومحمد عيد ومجموعه اسماء تجي نادي النصر وهي يعني الاضواء بعيده عنها، تجي نادي النصر وتتفجر عطاء وهج حضور، شو السر؟ نعم ابو عبد الله، اذا اذنت لي بس قليلا يعني انتهز هذه المناسبه لان ترحم على صاحب هذه الصوره الامير عبد الرحمن بن سعود رحمه الله عليه. الله باني النصر الحديث، ونسال الله عز وجل ان يغمد روح الجنه ويسكنها الجنه. الامير عبد الرحمن بن سعود طبعا اسس النادي او بنى النصر الحديث وقام على هذا النادي بكيانه بجمهوره بشعبيته حتى وصولنا هذا وقتنا الحاضر بوجود الامير فيصل بن تركي الذي نسال الله ان يطيل عمره وان يمتع بالصحه والعافيه. بلا شك طبعا عوده لسؤالك ابو عبد الله، مثل ما تقال حسن من الكباتن، البيئة للأمانة لست أنا يعني منسوب في نادي النصر عشان أمدح البيئة، لكن للأمانة أنت لو تجي تستعرض أسماء الموجودة الآن في فريق النصر تجد 80% من اللاعبين من خارج النادي، ما في إلا إبراهيم غالب وشايع وعبد الله العنزي اللي تدرجوا في الفئات السنية، وأعتقد كم لاعب، يعني نسبة كبيرة من اللاعبين أتوا من أندية أخرى. توفيق الله عز وجل سبحانه، الثقة اللي منحناها الأمير فيصل بن تركي والحرية العمل اللي أتاحها أبو عبد الله أستاذ سالم عثمان والثقة اللي منحها كأعضاء الجهاز الإداري ساعدتنا ولله الحمد في خلق روح ألفة بيننا وبين اللاعبين. اللاعب الذي يأتي من خارج نادي النصر أو الذي يتدرج من لا يشعر بفرق ولله الحمد، الجميع سواسية، روح الأسرة الواحدة، روح الألفة، المحبة، هذه ولله الحمد ترى كسرت حواجز كثيرة في مشوارنا سواء الموسم الماضي أو في الموسم الحالي ولله الحمد، وهي أحد أسرار ولله الحمد النجاح والمتواصل. نسأل الله عز وجل أن يديم هذه المحبة. أحمد الفريدي الله يذكره بالخير يعني لما جاء كان يقول لي أنا أشعر بشيء غريب، يعني ما كنت أتصور أني بألقى هالجو هذا، فكنت شايل هم أفكر كيف أني بأندمج مع اللاعبين، يقول سرعة عجيبة يعني عكس ما كنت مثلا في أندية أخرى.
حسن يعني أعود لحسن للأمانة، يعني حسن ليس لأن أمامي وامتحن، حسن عنده روح الحماس والطموح بقدر ما يعني المدربين يمكن السابقين كانوا يعني يمكن ما يأخذ فرصته بشكل كامل، إلا أن كان حسن دائما يكون عند الموعد، حسن دائما يعني حصان رهان أو خيل أصيل عندما تحتاجه تجده في الوقت المناسب، ولا يهون زملائي اللاعبين كلهم في وقت لاحق. جميل. إيه. يساعدك لما تكون احتياطي تقرأ المباراة، تعرف ثغرات، تكون نازل جاهز إنه وأنت لاعب حسن، هل تقرأ يعني؟ شوف هذه الميزة أنا يعني امتزت فيها يمكن من التجارب اللي أنا خطة في نادي الأهلي يمكن آخر سنة ونص كثير على الدكة. كنت إيش الطريقة اللي أنا لما أنزل أكون فارق مع الفريق؟ تلاقيني ممكن ببداية المباراة مع العيال إني داخل كأني لاعب المباراة وأنا على الدكة. يكون أنا لاعب في المباراة داخل جو المباراة، يعني كثير من اللعيبة اللي لاحظون علي أو حتى يمكن طلال وسالم اللي يشوفوني كيف أنا مركز في أثناء المباراة، كيف المباراة هذه تبتدي، كيف المدافع هذا يتحرك، من فين يكون قوتنا، شايع شرحيلي كيف يدخل، أدريان كيف يلعب. فأنا أقرأ داخل المباراة وإيقاعك يكون على إيقاع زملائي، على إيقاع زملائي. فلما أكون نازل ما أحتاج أني أكون دقيقة أو خمس دقائق أني أدخل جو المباراة، تلاقيني أنا داخل من جو المباراة قبل ما ألعب المباراة. أنا بجيك لنقطة مهمة في هذه، ولكن بعد أن أذهب إلى هذا التقرير الذي كتبه الدكتور الصالح الورثان بأنامله الذهبية، إذ كتب بالفعل معزوفة الإنجاز النصراوي، نتابع. أن يعود النصر لمكانته متوشحاً إنجازاً وذهباً، فلا غرابة إن طال البين، ومهما طال ها هو النصر يعود. عاد بالأمس وبقي اليوم متربعاً ويرمق المستقبل بشمس نصر تتجلى عبر صفحات مجده وأصالة جمهوره المتيم. بطل الدور النصر، علاقة وثقة لا انفصام لها من عصر لعصر. النصر الحكاية والبطولة رواية والأمجاد إلياذة. لم يكتب شكسبير يوما أدبا، بل كتب النصر رواية شكسبير. الأبطال وحدهم يكتبون الروايات والأمجاد، ولا أحد يجيد سواهم معانقة التاريخ. هو النصر، ومن اسمه تلاوين للنصر والصمود، وبسفينته الصفراء عبر المستحيل رسم النصر على وجوه عشاقه مجدا وملحمة. يقولون عالمي وكبير، بل هو كبير وعالمي سيان، فالنصر لكل لقب عنوان. منذ بداية الدوري والنصر مصر، حللوا وقالوا، زادوا وعادوا، خمنوا وتوقعوا، فجاء النصر بلغة الحسم والعزم، فنسف كل التوقعات وأبقى حقيقة واحدة، وهي أنه البطل. قال اكتبوا عني وستتعبون، لا بل ستألفون كتابة التاريخ بإجهاد. نعم سأتقل أقلامكم وسأحقق لكل نصراوي أحلامكم. يا لها من بطولة، ويا له من فارس ذكرنا بماجد المجد وخميس الإبداع ومحيسن النجومية والإبهار. جيل بعبد الغني والشهري والسهلاوي لم يكن سهلا، بل كان صعبا وقاسيا ومرا، في حين أسقى العسل حلوا لعشاقه وليهنأوا.
شكرا للزميل صالح الورثان على ما خطت يداه بحق هذه البطولة وهذا الإنجاز وهذا الفريق العالمي. أبو عبد الله، أنت كانت لك فرصة أن تعمل ضمن الجهاز الإداري للمنتخب السعودي، فجأة قدمت اعتذارك، عدت لنادي النصر. معروف عن الأمير فيصل بن تركي أنه يعمل على التفاصيل، يعني لا يترك شيء للصدفة، لا يترك شيء للمفاجأة، لا يترك شيء للظروف. كان لك يعني أنا في اعتقادي يعني في ظني أنه فرصة تبتعد عن هذا الضغط النفسي في النصر، تعمل مع المنتخب بعيد عن أجواء الميول، بعيد. شو اللي خلى سالم يرجع إلى النصر رغم كل هذه الضغوطات؟ والله الشيء الأول اللي خلاني أرجع نادي النصر الوالد الله يغفر له ويرحمه، كان بالمستشفى بالعناية لمدة سنة، وكنت لازم أكون قريب منه. وتعرف أنت المنتخب كانت سفرياته طويلة من 20 يوم للشهر، وأنا ما أقدر صراحة. والله يذكره بالخير الأمير الوليد بن بدر كلمني وعرض علي أني أرجع مرة ثانية. أنا كنت يعني بترك تارك المنتخب يعني علشان ذا السبب. وتعرف عودتي للنادي ما هو بسفريات مثل المنتخب يعني، وهذا السبب بس والله اللي خلاني. لكن يعني السؤال يعني في النصر أنت أمام واقع، أكون أو لا أكون، إما أنجز وأنا بطل أو لا أنجز وأقول لك أفشل، لا أنجز وأنا فاشل. كيف تقبل يعني تعيش هذا الضغط أمام جمهور طاغي، أمام إعلام ما يرحم؟ ما هو بالنسبة لي، أنا جيت يعني النادي أول شيء وحبيت التجربة، وخذ التجربة مع الأمير فيصل بن تركي اللي عنده طموح كبير وهو اللي شجعني على العمل معه صراحة، والحمد لله توفقنا. أبو فيصل، تعاملت في إدارة أو مع الرمز الراحل الأمير عبد الرحمن السعود وحققت معه منجزات، اليوم تعمل مع خلينا نقول رمز النصراوي الحاضر فيصل بن تركي، خليني على مستوى الأجواء في نادي النصر، كيف بين تلك الحقبة وهذه الحقبة، وشنو اللي تغير وشنو اللي أضيف على هذه المرحلة؟ والله أول شيء ودي نبدأ بسيطة بس عن تاريخ نادي النصر اللي تأسس 1955، تأسسوا نادي الجبعة، ولما حضر الله يرحمه الأمير عبد الرحمن سعود حكم أنه ذاك الوقت وضعه الاجتماعي قوي، دعم الفريق، جاب نجوم من المنطقة الشرقية من مناطق أخرى، ومن وقتها صعد من الدرجة الثانية، كان الدرجة الأولى هذه هي الممتاز، صعد واستلم حقق البطولات. الآن بطولات النادي أكثرها تحققت عهد عبد الرحمن بن سعود، 42 بطولة، طبعا منها 16 اللي ناقشتني إياها قبل الحلقة، 16 دوري مختلف مسميات، أوكي يختلفون لكن هذا النظام ذاك الوقت 8 دوري، الآن 8 دوري على مستوى المملكة، هناك على مستوى المنطقة كما هو باقي. نادي النصر تاريخ عريق، عبد الرحمن بن سعود يعني الآن أنتم تتعاملون بشكل رسمي في نادي النصر أن عندكم 16 دوري أو لا 8 بطولات مناطق مثلا و 16 دوري سعودي، 16 دوري 8 على مستوى المملكة، 8 على مستوى المناطق، هو البطولة بطولة الدوري العام للمنطقة الوسطى، كما هناك بطولة في الغربية وفي الشرقية، هي كان ذاك الوقت هناك معليش في الغربية وفي الشرقية يضمونها ضمن بطولات الدوري، يحسبونها هم الأندية حسب سجلهم. على فكرة الآن يتداول أنه الآن في طبعا هي موثقة كلها البطولات هذه موثقة، لكن المسمى يختلف. لما تقول لي دوري أوكي دوري عام مستوى منطقة، هذا مستوى المملكة، هذا الخلاف. طبعا كأس العالم أول يعني كان 3 أو 4 فرق، هل يروح التاريخ أول بطولة بتاريخ السعودية بين الاتحاد والوحدة فريقين، هل ما يحسب لهم البطولة هذه وبعده كذلك؟ لا أبو فيصل اللي أسألك أنا مثلا في بطولة المدينة منطقة المدينة المنورة اللي حقق البطولة أحد مثلا أو الأنصار، بطولة هل يحتسب بطل من أبطال الدوري منطقة المدينة؟ بطولة الدوري بطولة العام المدينة. إيه؟ كمنطقة نعم منطقة المدينة، بطولة الدوري العام منطقة المدينة، الأمير عبد الرحمن غير بطولة المملكة. يمكن أنا السنة شغلي مع الأمير فيصل عضو مجلس إدارة زي ما يقول دون حقيبة، أبدي ببعض الآراء، الشغل كله على الشباب ما شاء الله سالم وطلال وزملائهم، لكن أحضر أتناقش. اللي يسعدني بتواجدي أنه أي شيء ببالي أقول الأمير مباشرة، والأمير فيصل بن تركي بيض الله وجهه، يعني إنسان يعني متفهم، يناقش، اقتنع من الفكرة طبقها،
عكس الناس يتصورون مثلا انه الامير فيصل مثلا يمكن يحصل برايه لا ياخذ الراي المجموعه وبالاخير القرار بيده. وين يتشابه الامير فيصل بن تركي مع المغفور الامير عبد الرحمن السعود؟ وين يختلف عنه؟ والله يتشابهون بالقوه التحدي الاصرار. الامير فيصل كل ما صارت صعوبه كل ما صار اقوى. الامير عبد الرحمن نفس الشيء ولكن الفرق يمكن في التصاريح. صريح الامير عبد الرحمن بالعبر قويه. الامير فيصل بن تركي تصريح حسب الحاله حسب الوضع. طبعا الامير فيصل ما يصرح الا هو واثق انه المباراه مثلا جازم. الامير عبد الرحمن الله يرحمه حتى لو فريقه غير مؤهل يتحدى ويصرح، احيانا تكون سلاح ذو حدين. انا اشتغلت مع الامير عبد الرحمن قرب مدير عام النادي في عام 91 92، واشتغلت برضه مع الامير فيصل مع الامير ممدوح، اشتغلت كإداري. لكن مع الامير عبد الرحمن مسعود كنت انا مدير عام النادي، هذا مدير عام ما في الا عبد الرحمن مسعود، كان الله يذكره بالخير الدكتور الشرقاوي نائب الرئيس وقتها، ما كان يعني حضوره كذا. طبعا جاء بعدها مشود طبعا بالاشيد بالعميد فهد المشيقح. فهد المشيقح هذا الرجل الصامت هذا برضه له تجارب مع الامير عبد الرحمن مسعود، له تجارب. لكن يهمنا انه الفريق او النادي يمشي كما كان، هذا هو النصر. جميل. شايع انت ابن من ابناء النادي، لعبت في الفئات السنيه، خليني اعيش معك اجواء وانت تشوف مثلا نادي الهلال يحقق بطولات، نادي الشباب يحقق بطولات، الاتحاد والاهلي يحققون بطولات دوري او بطولات، في وقت كانت البطولات يعني على خصام مع النصر في ذاك الوقت. كيف كان شعورك شايع الناشئ شايع الشاب اللي يترقب انه يطلع الفريق الاول، هذا الفريق لما يحقق بطولات؟ والله اول شيء الواحد يعني من يوم يشوف فريق اول، طبعا اي لاعب ترى الشباب او ناشئين طموحه انه يلعب مع فريق اول، سواء كان مستواه كذا او مستوى كذا، يعني من باب يعني من يوم بدا الاحتراف وكذا، يعني الواحد يفكر في فريق اول عشان يعني تمشي حياته. وطبعا فتره من يوم درج الشباب الحمد لله، يعني كنا من يوم الصغار كنا بعض الاحيان تصير تجينا فترات ان نطلع نلعب مع فريق اول، نتمرن معهم كذا ويرجعونا الفتره. بس مو قصه انه انا طموحي وانا صغير اني افكر اني العب والبطولات ان شاء الله تيجي بتجي. الحمد لله من يوم بدينا نرجع بدينا نلعب مع فريق اول الحمد لله البطولات جت. طيب تغير شعور شايع، حياه شايع، بين شايع احد نجوم الفريق البطل وبين شايع اللاعب النصراوي؟ الله يسلم عليك. لا انا بالعكس انا شايع نفس ما لا مش انت شايع، الاجواء اللي حولك كلها تغيرت. طبعا طبيعي انها تتغير الاجواء اللي حولي. انا شايع مر عليه احد المدربين كان حيتنسق من نادي النصر. اي على فكره فعلا والله قالوا حيروح العروبه فعلا. كان لا مو عروبه، ما ادري حتى النادي اللي كنت بروح جتني قبل ما مترانا يعطيه العافيه. مترانا يقول للرجال لا ادرس. لا عن جد يعني كان انا ممكن باقي لي شهر بالكثير واتنصر على من النصر، يعني خلاص قالوا فريق اول ما راح تطلع، يعني راح تتنصر. كنت اولمبي بالفتره هذه لدرجه انهم سافروا هم سووا اعداد ما اخذوني معهم فريق اول، فكنت يعني صابر يعني على الوضع عادي اتمرن. والله يعطي العافيه مترانا جاء يعني واعطاني الفرصه، يمكن اعطاني فرصه اول، اعطاني اخر 10 دقائق الحمد لله مشيت فيها كويس. بعدها الله يعطيه العافيه صار الشوط الثاني ينزلني، بعدها الحمد لله يعني بدات الامور تمشي، بعدها على طول مشت الامور رقعوا معي سنتين الحمد لله. وبالفعل كنت محبط وانت يعني تترقب بس يوقعون الورقه ويلا مع السلامه شايع؟ ما كنت قصه ان يوقعون ورقه ويوقعون ورقه، انا كان كل همي اني العب، ابي اوصل فريق اول، ابي العب مباريات يعني العالم تشوفني. والحمد لله جاء الوقت اللي اثبت فيه نفسي الحمد لله. جميل. عوض وانت منتقل من نادي نجران كان يثير كثير من الاخبار وصار صدام حتى في نادي نجران مع رئيس النادي، وانقال انه عوض المفروض يروح الاهلي وانه انتقل في اللحظه الاخيره للنصر. في الفتره هذه انت كنت تبي نادي النصر ولا الظروف ساقتك؟ المبلغ المالي المعروض كذا او الحظ جابك نادي النصر؟ شوف كنت يعني نادي نجران جاتني يعني ثلاث عروض من نادي النصر، من نادي الاهلي، من نادي الشباب. وقبل
في الصيفيه، جاتني الفتره الشتويه جاتني من نادي النصر، جاني عرض يعني اقل من كان الصيفي، قلت انا بكمل مع نادي نجران 6 شهور بثبت نفسي يعني، وكان لي نصيب ان شاء الله في الصيف يرجعوني يتعاقدون مع النصر، كان نصيب الحمد لله وقلنا، وكان نصيب والحمد لله. انا اجتهد على نفسي في 6 شهور مع نجران والحمد لله جاء 6 شهور ورجع ثاني مره للنصر طالب عوض خميس يتفاوض معه يعني زاد المبلغ والحمد لله، كنت يعني رغبتي نادي النصر صراحه. طيب عوض يعني وانت تسمع الامير فيصل بن تركي يقول اي لاعب يبي النصر والنصر محتاجه حنجيبه، يعني هذا النادي ما عنده وقت يتاخر يضم اي لاعب، هذا ما يصيبك وانت كلاعب منتقل تبحث عن موقع عن خانه، انه تقول انا شو وديني نادي النصر، خليني في انديه الوسط، خليني في الانديه هذه، شو اللي خلاك تجو ان انت قادر تحجز لك خانه في هذا الفريق؟ لا اكيد نادي النصر نادي كبير، واثني على كلام الامير فيصل بن تركي اكيد ما قال يعني الكلام من عبث، اي واحد يحتاجه النصر يجيب، واحد بعد لما يوقع اكيد انه بيجي نادي نادي صغير زي نادي نجران ونادي كبير زي النصر اكيد بيجي واحد يثبت نفسه، يختلف النادي نجران عن نادي نادي النصر، واحد في التمارين يثبت نفسه والحمد لله على كل حال، هذا النتيجه اللي طيب اللي ملاحظ انه انا حتى انا ما اخفيكم يكون معكم واضح، وانا جاي الى النادي يسالني واحد يقول يا محمد لازم تشترط ان اللي يجون لعيبه نجوم، انا جاوبته قلت له قول لي من هو في نادي النصر اليوم مش نجم، وما اخفيك عدت له صح. عبد الله العنزي كذا شايع عوض حسن عدت له اسماء، وقف قال اي والله كلهم نجوم. هذا اللي يخليني اسالك انا عوض، انت مر مستواك بمراحل بين مرحله تؤدي كلاعب تكتيكي للمدربين وفجاه صرت نجم سوبر، شو التحول اللي صار؟ التحول يعني مساعد الزملاء صراحه داخل الملعب، يعني المدرب لما يطلبني يعني موقع داخل ملعب تكتيك اطبقه، مساعد الزملاء داخل الملعب، هذا اللي نجح عوض خميس خلاه في شخص معاه في الغرفه بعد أنا مين اللي معاك في الغرفه؟ في شخص كل ما جات مباراه فيك شيء فيك شيء طبعا هو هذا يخرعك هذا مو بقول فيك شيء هو ما سال سؤال له هو اللي معه حسن الرام ايش يقول لك حسن؟ فيك شيء فيك شيء يعني خايف مباراه ولا شيء يعني لو انت راس حربه قلني ابغى يحبطك ياخذ مكاني تلعب وسط على فكره ابو عبد الله ترى احنا تعاقدنا مع عوض لاعب وشاعر ترى عوض عنده موهبه ترى شاعر ترى مجهز قصيده يا ابو عبد الله طيب تبون نسمعها الحين ولا نكمل الحوار؟ طيب طيب حسن انت ايضا حاله خاصه يعني انت كنت في النادي الاهلي احتياط الى عماد الحسني واحتياط الى فيكتور هذا لاعب هداف وذات ماكينه اهداف هذا امر محبط وانت في الوقت اللي تنزل وتنجم وتسجل وقد رحلت عن النادي الاهلي وهم يبونك تجدد في النادي الاهلي طيب شو اللي على قولتك ايش حدك يعني نقول في الشرقيه ايش لك بالبحر واهواله ورزق الله على السيف شو اللي يجيبك نادي النصر بكل هذه النجوم يعني اوكي ايضا اسال نفس السؤال روح احد انديه الوسط تاخذ تحجز خانه شو اللي خليك تجي هذا النادي بكل ما فيه من نجوم؟ شوف هي قبل فترتين قبل ما اجي نادي النصر يعني طبعا انا قلت لنادي الاهلي يعني رئاسه الامير خالد بن عبد الله الله يحفظه طول اللي في عمره قلت له انا وقتي قصير في الملاعب وجودي مع الفريق لا من مصلحتكم ولا من مصلحتي فلازم اروح نادي العب فيه فاخترت بعض الانديه اللي انا كنت اشوف انه راح العب فيها 100% يعني نسبه مبارياتي 100% على اساس اقدر اعيد صياغه حسن الراهب من جديد وارجع للساحه من جديد. طبعا انت خابر انت قريب مني ابو عبد الله يمكن الاتفاق عرض علي الاتحاد عرض علي فرفضت اني اروح مثل هذه الانديه بحكم راح تكون فرصه مشاركتي ضعيفه يعني 50% 60% محتمل. اضف الى ذلك ظروف الناديين متشابهه بين الاتحاد والاتفاق فاخترت نادي نجران لسبب واحد والطموح والهدف لكل لاعب اي لاعب يعني شايع يقول كان عنده طموح وهدف انه يوصل فريق اول. هذا الطموح لما يكون عند اي لاعب اعتقد ممكن يعني يوصل لاكثر ما هو ينظر، يعني انا لما رحت نادي نجران في النهايه انا عقدي مع نجران بس 6 شهور، يعني شوف الثقه في اللاعب ما وقعت سنه او سنتين، 6 شهور واشترط على نجران لكم الاولويه في التجديد في حال تاقلمت في المنطقه. الحمد لله توفقت في خلال 6 شهور مع نجران
جاتني بعض العروض سواء من النصر او من الهلال او من الاتحاد او الشباب. الهلال كان قدم لك عرض؟ نعم، بس انا اخترت نادي النصر حبا للكيان هذا، حبا لطريقه التعامل اللي تعاملوا معي بطريقه يعني سلسه اكثر. ابو عبد الله يمكن اقل من ساعتين خلصنا معي، يعني ساعتين، يعني ساعه سلام عليكم كيف حالك طيب، ساعه ثانيه حجوزات. ابو عبد الله ما شاء الله يحب الزبد على طول، سنتين ورد غطاء. حسن، يعني خليني اسالك نفس السؤال اللي سالته شايع. انت في النهايه تبي بطولات، تبي انجاز يسجل باسمك في التاريخ، تبي ايضا مردود مالي نتيجه هذه. احنا اليوم ما شاء الله يعني ارقام كبيره نتيجه الانجازات. طيب اذا جاك نادي الهلال في ذيك اللحظه اللي النصر لسه ما طل على مشهد الانجازات من جديد مثل اليوم، ممتاز، شو اللي ما خلاك تروح الهلال وتجي النصر؟ هل معقوله انه انت مسكون بحب النصر وانت اللي خذت تجارب؟ لا، خلنا اكون معك صريح، يعني في اكثر من نادي. خلنا اكون معك صريح، شوف روحتي لنادي الهلال، الهلال يعني نادي بطولات، فتره راحت وعايش البطولات، بس فرصتي في نادي النصر، فرصتي في نادي النصر يعني كانت موجوده كثير. البيئه اللي انا وجدتها اثناء المكالمات، اثناء لما وجدت، حتى انا كلمت كارينو قبل لا اجي، كانت بيئه سلسه للتعامل، مشجع ومحزن. مشجع اوكي. الهلال يلعب كان خطه 4-5-1، في مهاجمين اجانب ومحلي ومحلي، فكنت كان ترتيبي بالطريقه هذه، تفكيري للنادي اللي انا بروحه. النصر كان بيئته سهله انك تلعب فيه، انك تعود مع بطل، مع نصر في ظل غياب سنوات من العجاف، اعتقد تدخل التاريخ. هذا كان يعني كنت تشعر انه انا حكون رقم من ضمن ارقام الانجاز، مش رقم هامشي. اعتقد النصر في ذيك السنه كان يعني وصل لنهائي كاس الملك معنا ضدنا الاهلي، لما كنت مع الاهلي. صحيح. النصر كان واضح انه رايح للبطولات. والسنه بالشغل. اللي بعدها مع الهلال على كاس. نعم. صح. كان فريق واضح. هو صاحب الهدف. نعم. تعادل. فكان يعني واضح ان الفريق في شغل، واضح انه في طريقه للبطولات. الحمد لله يعني توفقت، يعني توفيق من الله، دعاء الوالدين، زملائي اللعيبه، ارجع واقول لك. بس في نقطه مهمه ابغى اوجهها، اللاعب مهما كان عنده هدف وطموح يوصل إلى، يعني لا يقف الطموح على بطوله او على نادي معين. انت عندك هدف وعندك طموح، مهما تواجه مصاعب لازم تتغلب على هذه الامور. يعني زي ما تفضلت، انا في الاهلي واجهت مصاعب كثيره، يعني اخر سنتين بحكم وجود فيكتور الحوسني ما وجدت الفرصه كبيره، رغم ذلك اني كنت العب واسجل، تمام. بس لما جيت نادي النصر احتضني، يعني زي البيت اللي يحتضنك. اوكي. الحمد لله، يعني كان خلنا شبه واحد فاقد حنان، عاطفه، يبغى من يحتويه وجه. هذا زي ما تفضلت، ارجع اقول لك يعني هذا اللي انا بجيك مفيصل، هذا اللي خلاني اسال استاذ طلال قبل شوي، انه بالفعل يعني وانا اتحمل مسؤوليه العباره، جمله لاعبين محبطين جو للنصر، يعني حتى عبده عطيف جاء بعد اصابه، محمد نور بعد رحيله من الاتحاد بالطريقه، كلنا نتذكر السيناريو اللي خرج منها، ويجون هنا يكتشفون نفسهم من جديد. هذه نظره اللاعب ونفس اللاعب، هل هو بيتماشى مع زملاء اللاعبين؟ يعني ما يكون كل لاعب مشاكل، وحتى لو انه نجم ما تبيه، لما يكون زي ما ذكرت انه في لاعب يعني محبط، زي ما عنده موهبه، عنده امكانيات، عنده كذا، بس في خلافات زي ما ذكرت، عبد عطيف، محمد نور وغيره الكثير، هنا تشوف اللاعب هل هو مناسب يتزامل مع نظره الامير فيصل بن تركي اصلا حتى في اللاعب. يعني الامير فيصل بن تركي عنده نظره، يعني عنده نظره للاعب، مش يعني انا اقول لك مثلا يجي مدرب مثلا يقول انا ما احتاج شايع شرحيلي، لا فيصل بن تركي لا، خلي اللاعب عندك، كان حيتنسق مثلا، لا، نظره الامير فيصل بن تركي هنا اللي تكون عندك خبره، تحتاجه يثبت نفسه، تحتاجه عشان تشوف الخبره. يعني انا اقول لك مثال بسيط، عبد العزيز الجبري مع كنيدا ما كان حياخذ فرصه كبيره، كنيدا كان فتره من الفترات برا المعسكر، برا المعسكر فتره من الفترات، في فتره التسديد انا قال اتمنى انه يروح يعار يلعب. الامير فيصل بن تركي قال لا، خلي اللاعب موجود. شوف هنا فرق عن الانديه الثانيه، لما تكون نظره ثاقبه من رئيس النادي صح، او الجهاز الاداري، او الجهاز الاداري موجود، او حتى بعض كباتنه الفريق موجودين في الفريق، مثل حسين عبد الغني، مثل كان عبد عطيف، عبد الله العنزي، محمد السهلاوي، محمد نور، هذه لهم نظره
يعني كانوا ساعدون الرئيس في اتخاذ القرار المناسب. اليوم انت تتكلم عن اصابه احمد الفريدي، ابراهيم غالب، الامير فيصل بن تركي ما سمع الى اراء كنيده في بعض اللعيبه. لا، عنده نظره، انا ارجع لكلام ابو فيصل، هي نظره رئيس النادي للاعب. يجيك مدرب نظرته ممكن المدرب يجي يجلس فتره ويمشي، لو سمعنا على كنيده يمكن مشى نص الفريق. اعتقد صح صح، تبقى هنا قرار رئيس النادي كيف نظرته للفريق وللعيبه. وبعدين فيه ترى نجوم نجوم عرضوا على الاداره، الامير فيصل طبعا درس وضعهم ما هم مناسبين في امور ثانيه. نعم، لاعب يكون راعي سهر، لاعب يكون مثل غير منضبط في النادي، ولا لا رفضوا، عرضوا عن طريق وسطاء وكلاء. يعني النجوميه او المستوى الفني مش هو لا العامل الاول في دخول النادي، يجيب لك النجم يسوي لك مشاكل وبلاوي، يشغل الفريق ويسبب مشاكل ويشغل الاداره. لا، اهم شيء انه لما يكون اللاعب عنده موهبه ويقدر يمثل النصر تكون عنده اخلاق، اخلاق الرياضه اخلاق. طيب استاذ طلال، يعني اليوم النصر كتيبه نجوم، هذا الشيء بقدر ما هو مفيد لاي نادي بقدر ما هو ايضا في مسؤوليه كبيره، منها قدره الاداره على ضبط الفريق. صحيح، انت يكون عندك نجم او نجمين هم بعضهم يتعالون على الفريق، يتعالون على المدرب، فما بالك بهذه الكتيبه. صحيح، كيف النصر استطاع ان خلينا بين قوسين يروض هؤلاء النجوم تحت معادله ان النصر اكبر من اي لاعب مهما بلغت نجوميته؟ اي نعم استاذ ابو عبد الله، تاكيد ايضا الكلام حسن في انه البيئه ووجودها وهي اللي ساعدتها في التاقلم كذا. انا بعطيك معلومه ابعد من كذا، يعني تخيل ابو عبد الله لاعبين لعبوا في نادي النصر وغادروا النادي يتصلون يباركون بالبطوله اليوم يحضرون. عماد الحوسني يعني هاتف النادي يبارك بالبطوله، ايوفي يغرد في حسابه ويبارك للنصر البطوله. تلقينا اتصالات ايضا من حسام غالي، من حسني عبد ربه، كذلك يعني حتى اللاعبين المحليين اللي كانوا موجودين، محمد نور، مالك معاذ، عبد العزيز فلاسه، عبد الرحمن القحطاني، سعد الزهراني كان متواجد اليوم معنا حضره التمرين، حتى المدربين السابقين كارينيو ايضا هن الفريق. يعني ولله الحمد بيئه نادي النصر او الاجواء في نادي النصر فعلا يعني لا استطيع ان اصفها، يعني للامانه على جميع المستويات، اللاعبين والمدربين والاداره. عودة لسؤالك ابو عبد الله، انا اتذكر كلام ابو عبد الله سالم عثمان كان يقول يعني في فتره من الفترات، والشباب يتذكرون، كان موجود في الفريق حسام حسني عبد ربه كابتن منتخب مصر، محمد حسين كابتن منتخب البحرين، حسين عبد الغني كابتن الاهلي، كابتن المنتخب السعودي وقائد نادي النصر الان موجود، محمد نور، عبد العطيف، كباتنه نجوم، ليسوا نجوم ولا ايضا نجوم وكباتنه. أنا يمكن والكابتن شرحي لي أيوه هذا كمل يعني للأمانة يعني خليني بس يمكن ما لطف الكلمة شوي، مش ترويض بالعكس. أنا أتذكر كلام أبو عبد الله سالم كان يقول النجوم هذول ساعدونا أيضا، ساعدونا على 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 الانضباط، كانوا مثال وقدوة للأمانة في 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 ان المجال العمل الاداري انه يسير ويكون الانضباط في الفريق ويكون، وكانوا قدوه للامانه، والشباب ايضا قدوه، استفادوا منهم فنيا، استفادوا منهم ايضا انضباطيا، استفادوا من خبرتهم، وساعدت الفريق ولله الحمد انه يكتسب هويه الفريق البطل من الموسم الماضي وحتى الموسم. طيب طلال، يعني مثل ما هناك يعني عمل اداري وعمل فني، اليوم وانتم في نادي بحجم نادي النصر لابد يكون هناك في عمل اعلامي خاص، في حروب اعلاميه، في تكتيكات خلينا نقول على الاقل اعلاميه، وانتم على بعد خطوات من يعني مباراه مصيريه مثل مباراه الهلال، تطلع لك اخبار، تنتشر اخبار انه اللعيبه محتجين على استحقاقاتهم، انه والله لهم متخلفات ماليه، كيف استطعتوا تديروا هذا الموضوع اعلاميا واداريا باعتبارك نائب مدير الكره؟ للامانه انا اقول لك يا ولله الحمد طبعا عندنا الامير فيصل له سياسه معينه في التعامل والتعاطي مع وسائل الاعلام. طبيعي نتعرض لهجوم، نتعرض لاخبار مسربه، نتعرض لايضا اشاعات مغرضه من شانها انها تعطل في مسيره الفريق وكذا. نحن عملنا على جانبين، الجانب الاول تعزيز ثقتنا، تعزيز ثقه العمل الاداري او العمل داخل النادي، بمعنى انه ولله الحمد انه استطعنا ان اللاعبين انفسهم يكونون محصنين ضد هذه الاخبار وضد هذه ضد ما كل ما يثار
خارج الملعب وخارج النادي. الجانب الثاني الأمانة السياسة الإعلامية أو التعاطي الإعلامي من حيث الأخبار ومن حيث واللي يتولاه الحقيقة الأستاذ القدير والكبير الحقيقة أستاذي الأول الحقيقة حمود العصيمي وبرايد الله يعطيه الصحة والعافية، اللي حقيقة يعني يبذل جهود كبيرة وجبارة في النادي من أكثر من 20 سنة، طبعا بالتنسيق مع سمو رئيس النادي، أنه هناك لابد أن يكون لدينا تركيز على الفريق أكثر من أن نخرج الأخبار للنادي. أحيانا بعض الزملاء الإعلاميين يعني يعترضون يعني يقول لماذا التدريبات مغلقة ولماذا يكون هناك فيه ما في أخبار وكذا. إحنا نحرص على تهيئة الفريق ونحرص على تهيئة الأجواء المساعدة للفريق لخوض المباريات، خصوصا هذا الموسم تعرضنا لضغط مباريات وتداخل مسابقات ويعني الإصابات الكثيرة. طيب خليني يحتاج أوقف إلى نقطة في الناحية الإعلامية. اليوم إحنا نشوف بعض إعلاميين بين قوسين خلينا نقول إعلاميين الأندية يمارسون لعبة اختراقات، واحد يسرب من مثلا خلينا في الهلال والنصر يسرب من نادي الهلال وآخر يسرب من نادي النصر. أنتوا دوركم هنا لكم دور معين في 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 منع تسريبات أو في الرد على مثل هالتسريبات؟ يعني الأمير فيصل بن تركي طالبكم بأن تكون خط الدفاع الأول على الفريق ولا لا أنتوا تاركين الموضوع؟ لا لا لا, لا الموضوع لا يترك جملة وتفصيل أبدا. يعني نتدخل يعني في 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 أمور في أمور يجب أن تقف يعني وقفة علاقتهم، يعني صعب أنك تترك الحبل على الغارب زي ما قالوا، لابد يكون لك موقف، لابد يكون لك رد قوي وحاسم وحازم، لكن في نفس الوقت يعني مو بكل خبر بطلع عقب عليه وبطلع ارد على الصحفي الفلاني والاعلام الفلاني، يعني كذا ما اشتغلت. يعني زي ما تكلم ابو عبد الله يعني علاقاتهم لو بنرد على فلان وفلان ما اشتغلنا. طلال ابو بدر عنده خبره ما شاء الله اعلاميه زمان، خبره اداريه واخلاقه ما شاء الله على المشى عشان بوجهه كذا شهادتي في مجروحه وعبد الله ساعدوا الوضع، يعني ساعدوا الوضع، يعني بصراحه لو تسال اي لاعب يتعاملون معهم كزملاء، ما في تكبر، ما في معامله مدير على مسؤول على موظف او لاعب او مثلا، لا مو كل اللعيبه